السوشيال ميديا هل هي ادمان؟ خصوصا ان انتوا عندكم جروبات على السوشيال ميديا، فهل اصبحتم مدمنين للسوشيال ميديا ساره؟ في الاول بتبقي فعلا مندرجه ورا الموضوع قوي، بعد كده بتبتدي يقل تدريجيا، لاني بتبقي لسه بتبتدي، فانت مش فاهمه، فانت عايزه تفهمي اكتر، بتقعدي تدخلي كتير على الجروبس وبتشوفي وبتتابعي، بس بعد شويه لا الموضوع بيبتدي يقل تدريجيا لحد ما بتعرفي تبالانس، بقى تبقي في النص كده. هبه لا بيبقى ادمان طبعا. بيبقى معظم الوقت خلاص دلوقتي كل الستات بتخش وبتبص على كل حاجه في الفيسبوك، اي حاجه هي عايزه تدور عليها بتلاقيها، فلا بقى ادمان بقى مصدرها يعني. بالظبط. اماني بقى ادمان طبعا. بقى ادمان. طب ما احنا كلنا يا جماعه معترفين ان هو ادمان، هل بنعمل حاجه عشان نتعالج من الادمان ده، ولا خلاص احنا مدمنين كده وتمام؟ لا انا شايفه للاسف لا، ما مش بيحاولوا، لا خلاص يعني هما بيستسلموا للامر. وقفت الحياه وبقينا كلنا بنعمل ده. طب بتقدروا انتوا عندكم اولاد؟ كلكم؟ طيب ازاي بتقدروا تمنعوا اولادكم من انهم يندرجوا تحت الادمان ده، او يبقوا للاسف هم كمان؟ انتوا عارفين الاطفال صحيح. لسه كان الشيف حسن بيقول لك الرقبه وفعلا كلنا كلنا احنا كمان اصلا، لان احنا معظم شغلنا بقى سوشيال ميديا، فطول النهار ماسكين الموبايلز او التابلت. بتحاولوا تمنعوهم؟ بنحاول طبعا نمنعهم، يعني بنشوف الترناتيفز ثانيه بقى، بدايل ثانيه، يعني هوايات بتاعتهم يعملوها، نحاول نخليهم يقروا بدل ما يمسكوا الموبايلز على طول، وهكذا. تمارين بجد. تمارين يعني بعدي على طول التمارين. أيوة. بالظبط. وخلي دايما في البيت يكون حاجات مفيده، لعب لذيذه وكده. تحاولي طبعا، هو الموضوع مش سهل وصعب جدا، خصوصا ان في اطفال بيحبوا قوي التليفونات ويبقوا متمسكين بيها جدا. دلوقتي معظم الامهات ممسكه الطفل عنده سنتين على طول بتسكته بالتليفون. ايوه، عشان كانه بقى السكاته الجديده للاسف. بالظبط. طب اماني خلينا نبدا بقى معاكي، لان اقفش جوزي ازاي يا جماعه؟ الجروب تخيلوا قفشتي كام واحد؟ لا هم اللي اتقفشوا، انا قفشت. هم قفشوا كام واحد من خلال اقفش جوزي ازاي؟ كتير. يا سلام. ايه رايك في الموضوع ده يا شيف؟ لا قولي لي يا استاذه، كيف لم اقفش؟ ازاي ما اتقفش؟ لم اقفش دي معناها ان في حاجه. ازاي ما تقفش جوزك؟ ازاي ما تقفش؟ ما هو انا لو قلت بقى ما هي دي، ما دي اللي انا عايز اورطك فيها. ما هو مش هينفع. لا 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 يا شيف، احنا عايزين ازاي نقفش؟ معلش من فضلك. انت جاي على مزاجك قوي يا ابو اهلا. بس ازاي اماني؟ احكي لنا على الجروب، فكرته جت ازاي اصلا؟ هي الفكرة بتاعته، أنا كنت في جروب اسمه تقريبا أجيب جوزي منين، اللي هو كان الأقدم. فإيه كل ألاقي كل واحدة منزلة صورة خطيبها جوزها. يا نهار أبيض. إيه تعرف حد يعرف؟ معلمة. بص فضايح على الهوا. أيوة. معلمة. حد يعرفه بتاع. فمن هنا بقى جت الفكرة، قلت لا خلاص أنا هعمل جروب وأسميه أقفش جوزي إزاي. الله. من الآخر. وبعدين؟ بس ف بقى في تفاعل كبير. طبعا هو دي حاجه شخصيه، انت تعرضتي لحاجه شخصيه بسببها عملتي. انا مش هقدر اقول. انا قابلت قبل ما ندخل، قابلت جوزها، هي ما شاء الله عندها بيبي جميل، وقابلت جوزها فقلت له انت اتقفشت في الجروب ده ولا ايه؟ احكي لنا القصه يعني. كل الرجاله يعني انتوا عارفين بقى، كل يعني الرجاله بتتقفش؟ طبعا. بجد؟ طبعا. مفيش رجاله حويطه يعني؟ دايما بيقولوا الراجل والرجاله وسطهم وسط بعض، بيقولوا اصل الراجل الغشيم ده اللي بيتقفش. مهما كان الراجل حويط برضه بيقع.